صباحكم صحة من جديد والله يبعد عنا جميعا كل الأمراض. اليوم هيك خصصنا مساحتنا الأولى لتكون طبية ونحكي عن موضوع جدا مهم. اليوم العديد من الأمراض الشائعة والاضطرابات يلي ممكن تصيب القلب، لكن للأسف هي الأمراض ممكن تكون في إلى أعراض ممكن ما تبين عند هذا الشخص. اليوم نحن عم نحكي عن أمراض نقص التروية القلبية، من أكثر الأعراض الشائعة يا ليلى الآلام الصدرية. يمكن كثير من الأشخاص ما بتعرف تفرق إذا هل كان هذا العارض هو نتيجة هذا المرض أم أمراض أخرى. تماما يا هايدي، والموضوع كثير مهم، بحاجة لتدخل سريع لتجنب الأعراض الناتجة عنه. لنحكي اليوم أكثر عن هذا الموضوع وكيف، شو هي الأعراض وشو هي الأسباب اللي بتؤدي اليوم لنقص التروية القلبية، وأيضا شو هي سبل العلاج. أمور كتير رح نحكي عنها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الدكتور إياد محمود شعيبي، اختصاص أمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا بوجودك معنا لليوم. خلينا هيك بداية، قبل ما نفوت بتفاصيل هذا الموضوع، نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بأمراض نقص التروية القلبية. لا، نقص التروية القلبية يعني أنه عضلة القلب ما عم تأخذ كفايتها من الغذاء الكافي، فيكون في تضيقات بالشرايين التي تغذي عضلة القلب، وهي بتعطي أعراض وعلامات معروفة يعني صارت بشكل عام. يعني أهم عرض وأهم علامة فيه هو الألم الصدري مثل ما تفضلت وحكيتي. فأي مريض بيصير معه ألم صدري لازم مباشرة يستشير الطبيب، إذا كان هذا المريض مدخن، معه داء سكري، معه ارتفاع ضغط شرياني، أو إذا كان الألم عم يتكرر وألم شديد خلف القص، خلف عظم القص، إذا كان له انتشارات معينة، هذا يشير لوجود غالباً طبعاً عم نحكي تضيق بأحد شرايين القلب واللي هو نقص التروية القلبية. هدول فينا نقول دكتور أكثر الأعراض الشائعة اللي ذكرتهم حضرتك؟ لا، هو أكثر وأشيع شيء هو الألم الصدري، بس أحياناً يكون الألم خفيف خاصة عند الكبار بالعمر. عتبة الألم أو الشعور بالألم تختلف من إنسان لآخر، فممكن مريض يحس بالألم بشكل شديد، ممكن مريض بيطنش يفكر أنه ألم وتاب أو ألم خفيف ويطنشه، وهذا يؤدي لتأخر التشخيص أحيانا، وهون المشكلة يعني. فأي مريض، هاي القاعدة أنه أي مريض، مشان يعني المشاهدين اللي عم يسمعوا، أي مريض عنده داء سكري أو مريض عنده ارتفاع ضغط شرياني أو مريض عنده قصة بالعيلة من الأخوة والأخوات أو الوالد أو الوالدة بمشاكل قلبية، يعاني من ألم صدري شديد خلف عظم القص، ينتشر على العنق، ينتشر إلى الذراع الأيسر، يترافق بتعرق، يترافق بلعية نفس، أو أحياناً ما يكون هاي الصفات موجودة، مجرد ألم صدري خفيف ولكن تماماً. الألم عم يتكرر ويتعلق بالجهد، خاصة لما يبذل مجهود مباشرة لازم يراجع الطبيب. طيب دكتور، خلينا ننتقل مباشرة للأسباب. يعني اليوم نسمع أنه هذا المرض ممكن يكون في أسباب وراثية أو ممكن لنمط الحياة ونمط الغذاء، خلينا نوضح اليوم أسباب حدوث هذا المرض. لا، في أسباب أو نحن بنسميها عوامل خطورة، هو ما في سبب وحيد يؤدي إلى مرض قلبي. يعني مثلا التدخين أحد الأسباب، لكن في ناس تدخن يصير معها مشاكل قلبية، ناس ما بتدخن يصير معها مشاكل قلبية، ففي شيء اسمه عوامل خطورة وجودها يزيد من احتمال حدوث الجلطات القلبية أو نقص التروية القلبية. عوامل الخطورة هي يعني قسمين، قسم يعني له ما فينا نتدخل فيه، مثلا التقدم بالعمر، عند الكبار بالعمر بنشوف الأمراض القلبية أكثر من الشباب والصغار بالعمر، عند الأطفال نادرة أو غير موجودة. مثلا الذكور يصابوا أكثر من الإناث، يعني الإناث بعد سن 50 النساء بسبب الحماية الهرمونية. القصة العائلية مثل ما تفضلت الوراثية، المريض اللي عنده بعائلته عدة ناس مصابين بجلطات قلبية احتمال أنه ينصاب أعلى. هاي اسمها عوامل خطورة غير قابلة للتعديل، ما فينا نعمل له شيء. الأفيل إحنا وين شغلنا كأطباء، في شيء اسمه عوامل خطورة القابلة للتعديل أو القابلة للعلاج. ارتفاع التوتر الشرياني، الداء السكري، العادات الخطأ، مثلا ننصح المريض بالامتناع عن التدخين، الأكل، نوعية الأكل، يعني العيش بشدة نفسية بشكل متكرر، يعني هاي من العادات الخطأ يعني. فهي اسمها عوامل خطر قابلة للتعديل، ارتفاع الشحوم والكوليسترول، هاي كلها من أسباب نقص التروية القلبية. تماما دكتور، لما حضرتك عم تقول عوامل خطورة، السكري والضغط، ولكن اليوم شائع كتير السكري والضغط عند فئة صغيرة من الشباب، اليوم شو المحاذير اليوم؟ هلا أهم شيء بالنسبة للسكري والضغط هو كشفه بشكل باكر وعلاجه بشكل فعال. كل ما عالجنا بشكل فعال أكثر وكل ما كان الكشف باكر أكثر، كل ما كانت الاختلاطات
نادرة أو قليلة الحدوث. كل ما كان التشخيص متأخر، كل ما كان المريض مثلا مهمل بالعلاج، هذا يعني حدوث مشاكل واختلاطات الداء السكري أو ارتفاع الضغط الشرياني. يعني السكري ارتفاعه بحد ذاته يأثر على شرايين القلب، يأثر على شرايين العين الشبكية، يأثر على شرايين الكلية. ارتفاع الضغط الشرياني نفس الشيء تماما، يأثر على مو بس شرايين القلب، على شرايين الكلية، على شرايين العين، على شبكية العين. فكل ما كان العلاج فعال وبشكل باكر، كل ما كان الاختلاطات هي نمنعها او على الاقل او ممكن ما تحدث نهائيا. طيب دكتور، يعني خلينا نوضح اكثر ونعطي نصائح اليوم لكل حدا عم يتابعنا. في حال حدا من العائله يعني صار معه الم بالصدر او نخزه بالقلب، اليوم شو الاسعافات الاوليه اللي ممكن يتبعها الشخص، او ممكن احنا ورايحين يمكن على المشفى شو الاسعافات او الاجراءات اللي لازم نتخذها؟ تماما. هلا اذا كان المريض تعرض لالم صدري شديد واعتقد او مجرد انه شك انه ممكن يكون ازمه قلبيه، اذا حدا من العائله بجنبه يكون عنده أدوية قلبية، الأسبرين كمميع، إعطاء الأسبرين بشكل باكر، ممكن يأخذ حبتين أو ثلاث حبات أسبرين عيار الأطفال، يعني 81 ملي جرام، يمضغن بشكل مباشر. هي كتير إلى دور بمنع مشاكل الجلطة القلبية وحتى ممكن الوقاية من حدوثها. هي بالمنزل، لكن خلال هذا الشيء مباشرة لازم إما يتم الاتصال بالإسعاف أو نقل المريض مباشرة إلى أقرب طبيب أو أقرب مشفى، لأنه المعيار الوحيد للتشخيص هو إجراء تخطيط قلب كهربائي، فحص سريري للمريض. أثناء فحص المريض ممكن فعلا تكون أزمة قلبية وممكن ما تكون أزمة قلبية. لازم ما نستهون يمكن أبدا خاصة بالمرضى الخطورة العالية، يعني مرضى السكريين، مرضى الضغط العالي، مرضى الكبار بالعمر، أو إذا كانت الأعراض شديدة أو إذا كانت عم تتكرر. يعني المريض ممكن يحس بالألم 3-4 أيام وراء بعض، إذا استمر الألم عم يتكرر لازم يراجع الطبيب أكيد. صحيح. دكتور، ذكرنا التصرفات الصحيحة ضمن المنزل، لكن في كمان بعض التصرفات الصحيحة بالطريق خلال الطريق إلى المشفى، شو هي اليوم؟ هلا أول شيء حسب وسيلة نقل المريض، إذا تم نقل المريض بسيارة إسعاف أكيد مجهزة، أكيد راح يكون ممكن في بعض سيارات إسعاف يكون فيها جهاز تخطيط، يجرى تخطيط قلب كهربائي. إذا تم إثبات إنه المريض فعلا احتشاء عضلة قلبية، نقله إلى أقرب مشفى متخصص أو مركز متخصص، ممكن ينعمل له قسطرة قلبية، تداخل سريع، فتح الشريان، أي كلها إجراءات سريعة ومتوفرة وموجودة ببلدنا. فسيارة الإسعاف إذا مجهزة بهالأمور ممكن يحطوا له أكسجين، ممكن يبلشوا له بتسريب الأدوية، مثلا الأدوية المميعة للدم في حال كان المريض بمدينة بعيدة ما فيها قسطرة قلبية، يبلشوا له بالأدوية الحالة للخسرة أو الحالة للجلطة القلبية. إذا تم النقل بسيارة إسعاف، إذا تم النقل من قبل الأهل أول شيء لازم يكون النقل بوسيلة نقل مريحة وسريعة مباشرة، هذا هو التصرف الوحيد الممكن. تمام. دكتور، ذكرت موضوع الأدوية، يعني اليوم في كثير من الأشخاص عندهم حساسية من هي الأدوية ويمكن يتركوا هي الأدوية بدون استشارة طبية. طب خلينا نحكي اليوم عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يرتكبوها اليوم الأشخاص. هلا من أكثر الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها بالعيادات إنه المريض يكون عنده ضغط شرياني وعم ياخذ أدوية، ضغطه يكون مضبوط على الضغط، بعد فترة يجينا راجعنا على العيادة ضغطه تلاقي عالي 20. شو السبب؟ السبب ترك الدواء. ليش تركت الدواء؟ قال والله أنا عم باخذ الدواء. تمام، أنا أخذت الدواء وتحسنت وراح الضغط. معتقد إنه استعمل الدواء فترة ممكن يروح الضغط. الضغط هذا نسميه من الأمراض المزمنة، هذا مرض مدى الحياة، يعني متى ما بلش بالإنسان مريض ضغط أو سكري خلص هي بدها تتم معه مدى الحياة. لازم يتعايش معه. يعني. فتماما وبده يستعمل الأدوية مدى الحياة، ما يتم إيقاف الدواء إلا بإشراف طبيب قلبية حصرا. نفس الشيء بالنسبة للسكر، احيانا نراجعنا المريض يكون تارك قسم من الادويه. بعض الناس تترك الدواء يعني مثلا بسبب غلاء الدواء، بس للمفارقه بتلاقي ما بيترك الدخان، يعني بيدخن كل يوم باكيت او باكيتين معلش، لكن الادويه غاليه ما فيه يجيبها. يعني هاي من الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها بكثره بالعياده. تمام دكتور، قبل ما نفوت بمراحل العلاج اليوم، شو الاسباب اللي عم تخلي الشباب الصغيره ينصابوا بالسكري وايضا بارتفاع الضغط او انخفاضه؟ بالنسبة للفئات العمرية الأصغر إصابتها السكري بشكل خاص له علاقة بالوراثة وله علاقة بالعادات الخطأ. فأي مريض عنده قصة عائلية للداء السكري، في حال كان عاداته أكل غير صحي، أكل أكلات الجاهزة، أكل برات البيت، الأكل المعلب، أكلات أكلات غير صحية، السهر بالليل، قلة الحركة والرياضة، هي كلها عوامل خطوره للداء السكري نفسه. البدانه اذا كان في واحد، يعني كل ما كان في بدانه دائما البدانه سبب لكثير من الامراض، تترافق مع السكري بنسبه عاليه. تماما. هلا اذا بالنسبه للضغط الشرياني، الشده النفسيه وكمان القصه العائليه لها دور كبير. هلا في امراض نادره، يعني هي امراض غديه بتسبب ارتفاع ضغط شرياني، او امراض كلويه.
لكن اي حدا شاب يعني بشكل عام عنده قصه عائليه، يعني في عنده حدا من العيله معه ضغط او سكري، لازم ينتبه على حاله من الاعمار الصغيره، امتناع عن التدخين، وخاصه هلا منتشره الارجيله بشكل كبير خاصه بالفئات العمريه الصغيره، السهر بشكل مطول بالليل كمان هذا له دور خاصه بارتفاع التوتر الشرياني، العادات الخطا مثل الاكل الخطا والحميه الخاطئه والاكلات برات البيت، هي كلها اكلات غير صحيه. طيب دكتور، يمكن الإجهاد النفسي اليوم، العصبية، التوتر، نتيجة ممكن سبب هذا المرض نقص التروية، ممكن زيد من المضاعفات طبعاً. اليوم طبعاً الشدة النفسية له دور كبير، وهلأ بالفترات الأخيرة صاروا يحكوا عنا من عوامل الخطورة الرئيسية لنقص التروية وللجلطات القلبية. فالشدة النفسية ممكن بحد ذاتها تسبب جلطة قلبية أو شدة نقص تروية قلبية، وممكن إذا حدا معه مشكلة قلبية الشدة النفسية بتظهر هالشيء وبتسيء للمرض تبعه. تماما، مضاعفات المرض أو النقص التروية. تمام دكتور، خلينا نفوت بمراحل العلاج، بداية من المراحل الخفيفة وصولا للمراحل الشديدة اللي بتفوتها اليوم على المشفى بحالة إسعافية. المراحل الخفيفة احنا عم نحكي عن مريض عنده عوامل خطر، يعني لسه ما عنده جلطة قلبية، ما عنده نقص تروية، ممكن يكون عنده داء سكري أو ارتفاع ضغط شرياني أو ارتفاع كوليسترول وشحوم. فهي المرحلة الأولى هي علاج هاي الأمراض بشكل فعال وبشكل باكر، تشخيصها بشكل باكر وعلاجها بشكل باكر، هي بالمراحل الأولى. هلا بس يتطور المرض أكثر، بيصير المريض يعاني من آلام صدرية ويتشخص له نقص تروية قلبية، هون يبلش نعطي المميعات ونعطي الادويه اللي تساعد توسع الشرايين، كمان الالتزام بالعلاج له دور كبير. هلا اذا تطورت الامور اكثر وصار طبعا الامتناع عن التدخين، اذا تطورت الامور اكثر وصار عند المريض جلطه قلبيه او احتشاء عضله قلبيه، هون يصير العلاج بالمشفى حصرا، يتم نقله الى قسم عنايه مشدده او اسعاف اقرب مشفى. في عندنا طريقتين للعلاج، الطريقه القديمه كانت اعطاء الادويه الحاله للجلطه، هي متوفرة تقريبا بكل أنحاء القطر. المدن والمكانات اللي ما فيها قسطرة قلبية أو مخبر قسطرة قلبية بتطبقوا له حالات الخسرة أو الجلطة، ونسبة النجاح تبعها 60-70%. إذا كان المريض موجود بمدينة أو بقريب من مشفى مجهز بقسطرة قلبية، أي مريض احتشاء عضلة قلبية لازم يجرى له فورا قسطرة قلبية بشكل إسعافي، وإذا كان في شريان مسكر لازم فتح هذا الشريان مع زرع شبكي، هذا هو العلاج الفعال. تمام دكتور، كلنا بنعرف اليوم انه في امراض عديده للقلب وخطيره، وحضرتك اليوم اختصاصي بامراض القلب، خلينا نوضح شو اكثر امراض القلب شيوعا يعني اللي عم تراجعكم اليوم للعياده. هلا بشكل عام بالعالم كله اهم سبب للوفاه هو نقص الترويه القلبيه، يعني تفوق حتى اكثر شيء شائع عالميا، يعني تفوق على جميع امراض، تخيل السرطان وانتشاره، أمراض القلبية لسه نسبة الوفيات منها أكثر بالعالم كله. أمراض التنفسية، أمراض الإنتانية، لا زالت الأمراض نقص التروية القلبية هي الأشياء بالعالم وهي الأكثر تسببا بالوفيات. ببلدنا نفس الشيء تماما، أكثر سبب وأكثر شيء بيراجعنا من الأمراض القلبية هي أمراض نقص التروية، يجي بعدها مباشرة ارتفاع الضغط الشرياني. دكتور، لاحظنا بالفترة الأخيرة نسبة وفيات عند الشباب بمراحل مبكرة، وفي منهم بيكونوا رياضيين، يعني اليوم شو الأسباب اللي بتؤدي لهي الجلطات؟ هلا الأسباب عند الشباب تختلف، الوفيات المفاجئة عند الشباب تختلف عنها عند مو شرط يكون سبب جلطة قلبية، أهم سبب هو اعتلال العضلة القلبية الضخامة، هذول بيكون عندهم يعني مشكلة وراثية هي تضخم بعضلة القلب، هذا التضخم أثناء الرياضة العنيفة ممكن يؤدي إلى حالة توقف قلب، أي هي الأشياء عند الرياضيين، أنا عم بحكي الوفاة عند الرياضيين، لا في أسباب أقل شيوعا مثلا تشوهات الشرايين القلبيه، يعني يكون بالاصل عنده كمان مشكله خلقيه، تشوه بمنشا احد الشرايين يؤدي الى احتشاء عضله قلبيه بشكل باكر، لكن اذا حكينا عن الرياضيين بشكل خاص الوفيات الباكره عند الرياضيين والمفاجئه سببها مرض هو اعتلال او ضخامه بالعضله القلبيه. تمام دكتور، بالختام خلينا نعطي نصائح سريعه لكل حدا عم يتابعنا اليوم، كيف ممكن نحافظ على صحه القلب؟ هلا اهم نصيحه الامتناع عن التدخين، أهم نصيحة الأكل الصحي قدر الإمكان، وأكلات البيت دائما هي الصحية، يعني أكل برات البيت دائما ما هو صحي، طبعا ما يمنع الواحد بالأسبوع يطلع مشوار يطلع كذا، بس بشكل عام الأكل بس مو اليومي بشكل يومي. تماما الأكل اليومي، الأكلات السريعة بشكل عام، الشاورما بشكل خاص مثلا، إذا كان حدا معه سكري أو ارتفاع ضغط شرياني علاجهم بشكل فعال، إذا كان المريض يعاني من أي مشكلة قلبية لازم مراجعة الطبيب عند أي عارض، ولازم مراجعة الطبيب بشكل دوري كل 6 أشهر، أي أهم النصائح.
بدنا نتشكرك دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله الكل اللي عم يحضرنا يكون استفاد من هالمعلومات. شكرا لك. شكرا لك دكتور، ولكل المعلومات الطبيه اللي قدمتها.